قصر السلام يفضح مزاعم مقاطعة الرئاسة الأمريكية لولي العهد السعودي. إليكم التفاصيل. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بجدة، ويدحض اللقاء ما تم نشره من مزاعم حول مقاطعة الرئاسة الأمريكية للأمير محمد بن سلمان على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام رسمية للأمير محمد بن سلمان مرحبا بايدن عند أحد مداخل القصر الملكي في جدة قبل أن يطرق كل منهما قبضته بقبضة الآخر. ووصل بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة في زيارة رسمية إلى السعودية قادما من الكيان الصهيوني، متراجعا عند عهده خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة دولة منبوذة. وكان في استقباله لحظة نزوله من سلم الطائرة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ريما بنت بندر.